أهلا وسهلا بكم من جديد. اشتكت استشارية نفسية أمريكية تعمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي، يعني اتهمت كثير من الاتهامات موجهة لإدارة المستشفى، اتهمتهم بتجاوزات مثل بيع ممرضات لمادة المورفين والتصرف بها دون رقيب، بحيث أن الممرضات لا يقمن بحقن المرضى بكامل الكمية التي تم صرفها، مما أدى إلى وفاة بعض المرضى من أطفال السرطان بحسب ما قالت. كما عرض الصحافي في صحيفة الوطن نايف العصيمي الملف كاملا الذي نفاه مدير المستشفى الدكتور قاسم القصري. طبعا الحقيقة احنا حاولنا نتواصل مع الدكتور قاسم لكن الموبايل مقفل، وارسلنا كذا مسج وحاولنا قدر الاستطاعة أن يكونوا معنا، وذكرت في بداية الحلقة ذلك، وأتمنى أن خلال هذا الحلقة أنهم يعني يردون علينا حتى يعني نعرف وين الخطأ بالضبط. الحقيقة أنا جلست مع الدكتورة هالي عرفات وهي مستشارة الصحة السريرية مستشفى الملك فيصل التخصصي، وقالت الحقيقة كلامي شيء بالرأس. يعني احنا بنحاول قدر الاستطاعة أن نلخص ما قالت، وبنبدأ في الموضوع الرئيس اللي هو الأساس، موضوع المورفين أو المورفين، وبعدين نروح لباقي الملفات الأخرى. معي في الاستوديو الدكتورة هولي عرفات مستشارة الصحة السريرية، أهلا وسهلا بك، شكرا لحضورك وثقتك في برنامج أهلا. دكتورة هولي، أنت استقلتي أم فصلتي من المستشفى؟ قبل كل شيء، لأنه في حكي أنك أنت هذه ردة فعل على أنهم هم أقالوك. That was a very confusing issue. My هذه مشكلة معقدة بالنسبة لعقدي مع المستشفى. في وقعت عقدي في عام نوفمبر 2011، وبدأت المستشفى بدأ يهددني، ولم أحصل على عناية طبية جيدة بعد أن كسرت يدي، والآن لا أستطيع أن أحرك يدي بعد أن كسرتها ولم تلقى العلاج المناسب من المستشفى، ولا يوجد أي وثائق. مديري قام بتقديم بعض الوثائق للقسم القانوني في المستشفى، بحيث أنني ارتكبت أو تبنيت سلوكا غير جيدا، وكانوا يتحدثون عن عدم إعطاء لي أسماء بعض الممرضات التي تحدثنا لي عن هذه المشكلة، وكنت مستشارا لكثير من الموظفين، وبالتالي وبالتالي لم أعطي المعلومات. نعم، إذن الفصلة والإقالة أتت بعد ما أنت بدأت تتكلمين عن هذه المشاكل في المستشفى. Yes, sir. When I brought these issues to the front, عندما تحدثت عن هذه المشكلات وبعض أنواع السلوك فيما يتعلق ببعض الشكاوى التي أتت من موظفي المستشفى، وبالتالي هناك الكثير من المخالفات بالنسبة لسلامة المرضى، والكثير منهم توفي وبعضهم تعرض لإصابات، وبالتالي أنا عوقبت على ما تحدثت به، وبالتالي تم إخراجي من بيتي، وكذلك تم إرسال الأمن إلي، وبالتالي في بعض الأحيان تم الاتصال بالشرطة لتخويف أطفالي، وهذا مؤشر على ما حصل لي في مستشفى الملك فيصل التخصصي عندما يتحدثون عن بعض المشكلات الموجودة فيه. وبالتالي طيب دعيني بس يعني أوضح للناس تفصيل بسيط بس للمشاهدين. هي المهمة الرئيسية، أكيد الترجمة موجودة وتسمعونها، لكن حتى بس نلخص وندخل في صلب الموضوع. هي كان دورها أساسا، عملها الأساسي هي أنها تشوف الحالات النفسية لمن يعملون داخل مستشفى الملك فيصل التخصصي. خلال ذلك كان يأتيها عدد من الممرضات، عدد من الأطباء الطبيبات، وبعدين خصوصا الممرضات، ويعطونها حقائق بعد أن نبهم ضميرهم اللي هي مرتبطة بسرقة المورفين وبيعه وأشياء أخرى راح تتحدث عنها. بعد ذلك لما رفعت الشكاوى لإدارة المستشفى كان طلب المستشفى لازم تعطينا هذه القائمة بالناس اللي يجونك العيادة يكشفون، فهي رأت أنه
هذه أمانة وأنهم راح يؤذون، وبالتالي لن يكون هناك النتيجة التي تريد وهي معاقبة من يعني تسبب في الفساد أو السرقات. فكان هذه المشكلة اللي اتهموها في المستشفى أنه أن هذا يعني حتى اليوم الدكتور القصبي يقول عليها ملاحظات، تقول هذه الملاحظة الوحيدة أنها رفضت تعطيهم القائمة بالمراجعات لديها. لخصنا للمشاهدين نقاط معينة، لكن دعينا أبدأ معك. أولا، هل لديك أدلة على أن هناك طبيبات ممرضات يبيعون المروفين؟ وإذا كان ذلك صحيحا، هل هذا انعكس أيضا على حياة الأطفال؟ أيضا هل هناك إحصائية بعدد الأطفال المتوفين بسبب هذا السلوك؟ It does affect the safety of the patients. نعم، يؤثر على سلامة الأطفال وعندما يكون هناك أطباء ومرضى وممرضين لا يشعرون بالأمان في محل عملهم، لا يستطيع أن يقدموا أفضل خدمات لمرضاهم، وبالتالي عندما تحترم الأطباء والمرضى سيفعلون الشيء الكثير لمستشفاك، ولا يجب عليك أن تقوم بشيء كثير. عندما تحترم موظفيك سيبادلك نفس الاحترام ويقومون بتأدية عملهم على أكمل وجه. نعم، لدي أدلة صوتية ومصورة حول ما حصل، وكذلك بعض الأنشطة غير الأخلاقية من المستشفى في المستشفى، ووجود بعض الحلقات فيما يتعلق ببعض الأنشطة غير الأخلاقية، وقمت بإبلاغ المستشفى عن هذه الأشياء، وبعد ذلك حياتي أصبحت جحيما وتم عقابي بهذا السبب، وبالتالي تم إرسال الشرطة إلي وتهديدي بهم وطلبوا مني أن أغادر البلد، وبالتالي أنا لم أنتهي من التصفية مع المستشفى، وبالتالي لم أحصل على آخر مستحقاتي المالية. دكتور أهلي، أيضا أنا أسأل، تتحدثين عن ممارسات غير أخلاقية أو حلقات غير أخلاقية بدون أن نسمي لأشخاص مثلا مسؤولين، هل هذه الممارسات مرتبطة بشخصيات نافذة في المستشفى؟ هل هناك ابتزاز للممرضات سواء كانوا سعوديات أو غير سعوديات؟ أيضا أسأل، أريد الإجابة أن بدون أن نسمي الأشخاص، لأن ذلك يترتب عليه إجراءات قانونية كثيرة، لكن قولي لنا الحقيقة، وهل عليها إثباتات؟ الشخص المسؤول عن بعض الأشياء غير الأخلاقية اعترف هو. سألته للاعتراف لإدارة المستشفى وقلت له يجب عليك أن تفعل ذلك، وذهب إلى رئيس الممرضين جنسي الأمريكي الجنسية، وسمعت أن تم فصله وإرساله إلى بلده، وسمعت كذلك عن شخص آخر قام بالاستقالة وذهب إلى مستشفى آخر في الرياض وهو الآن يمارس تخصصه في مستشفى آخر. بالنسبة لبعض المدراء، خذ مثلا مدير مركز الملك فهد لأبحاث السرطان، بالنسبة للدكتور القصبي يعرف عن كل المشكلات التي كررت الحديث عنها وأخبرته عنها، وبعد أن رفعت رسالة تظلم تكلمت للدكتور، أرسلت رسالة للدكتور القصبي بأن يتعامل معي بشكل محترف وأن يجلس معي وأن أعطيه فرصة لتصحيح بعض الأخطاء بحكم أنه المدير التنفيذي للمستشفى، وأن تتوقف بعض الأشياء السلبية هناك. وبالتالي أنا بودي أن أكون جزء من الحل لكثير من هذه المشكلات، ويوجد لدينا الكثير من المصادر وكثير من الأشخاص المتميزين المحترفين في المستشفى. He
دائما ما كان يرفض مقابلتي. وفي أحد الأيام أتى إلى مكتبي وهددني بأن أغادر البلد. هذا هو الشيء الوحيد الذي قال لي. وكل مرة حاولت أن أتواصل مع الدكتور مدير وزير الصحة قال لي أوصاني بأن أتواصل مع الدكتور القصبي، وحاولت أن أتواصل معه لكن هذه النتيجة. وبالتالي لم أحد يقابلني أو يجلس معي للحديث عن هذه المشكلات وعن تظلمي، ولدي المئات من الأوراق والوثائق التي لم تراجع من أي أحد. نعم، هل الوثائق عرضتها للوزير؟ الوزير هو ربما رئيس مجلس الإدارة وليس وربما مستشفى الملكي التخصصي قد يكون غير تابع لوزارة الصحة إلا ما كنت مخطئا، لكن هو أيضا رئيس مجلس الإدارة. هل فقط اكتفى وذكرت أنه عندك أدلة حولك أيضا مرة أخرى على القصبي فقط؟ هو رئيس المجلس رئيس إدارة مجلس إدارة المستشفى، وحاولت أتواصل مع سكرتيره أكثر من 20 مرة، وكل مرة كنت أوثق الاتصال، وكل مرة يحاول أن يحقق معي وأنه لا يريد أن يتصل أن يتحدث معي، وكان يرفض الحديث معي. الرسالة كانت أخبروني بأن أذهب إلى المستشفى وأن أتحدث مع الدكتور غازي القصبي. هذه تعليمات الوزير. هذا حدث قبل 14 شهرا، وبالتالي قمت بالاتصال بأحد المحامين ليتواصل مع المستشفى، والمستشفى لم وذهبت إلى وزارة العمل وقمت برفع شكوى ضد المستشفى. نعم، يعني تحدثت أنت عن ابتزاز لممرضات، تحدثت عن قضايا غير أخلاقية، مثل ماذا؟ ما هي القضايا الغير أخلاقية؟ هل هي مرتبطة بمدراء أقسام سعوديين أم أنه من جنسيات أخرى اللي كانوا يبتزون الممرضات؟ حسب معرفتي هو من الجنسية، أحدهم كان من الجنسية العربية وليس سعوديا، ولكن السعوديون العاملون في المستشفى يعلمون عن هذا الشخص، ولديهم الفرصة للتحقيق مع هذا الشخص. ولكن هذا يتعلق بعناية الوجود أو عمل الممرضات في بيئة غير صحية ويتعرضون لابتزاز، هذا يؤثر على جودة الرعاية الصحية في المستشفى، وبالتالي عند وجود. طيب، هل هذا الابتزاز مرتبط بممرضات سعوديات ولا غير سعوديات ولا الجميع؟ يعني هذا الشخص أنت ذكرتي لي أنه يبتزهم جنسياً، يجبرهم أحياناً على شراب الكحول معه، ولا لم تفعل تالي تفصل، أو يعني تعامل بطريقة سلبية في المستشفى، هل كان يفعل ذلك مع To my knowledge, none of them were Saudi. ليس منهن أي سعودية. كان يبتز العاملات الأخرى. العاملات كلهن من جنسيات غير سعودية، لكن واحدة أتت إلي وهي من جنسية آسيوية، أحد الممرضات، وبعض الممرضات الكنديات، ولكن بعض الممرضات الكنديات كانت أسرعنا في الحديث معي حول هذه المشكلة وعن بعض السلوك غير الأخلاقي. لكن لا أعرف أي ممرضة سعودية تعرضت لمثل هذا. هل السعوديات هم فقط اللي يبيعون المورفين أم أنه كل الممرضات في المستشفى؟ يوجد سعوديات وغير سعوديات من مختلف الجنسيات في بيع المخدرات. نعم، أو المواد المخدرة. نعم، هو طبعا المورفين مادة مخدرة، ولكن ماذا يعني أن يباع؟ يعني عندما ينقص على الأطفال أو أي أحد يحتاج هذه المادة،
هل صحيح أنه يستبدلون ذلك بماء؟ أم أنك تحدثين عن مادة ثانية وبالتالي يحدث وفيات في المستشفى كثيرة؟ هل وثقتي عدد الوفيات التي حدثت بسبب ذلك؟ There's two situations of the نقطتان. There are two situations of drug misuse. بالنسبة لسوء استخدام المواد المخدرة وفيما يتعلق بالتخدير والتي لكن الكثير من الوثائق التي لدي في مجال سوء استخدام بعض هذه المواد. The morphine is being used in a sense. The morphine is administered to our babies that are in pain in the later stages of certain illnesses. The morphine is being used in في بعض الأمراض والمورفين قد يظهر بعض الأعراض والتي ممكن أن ينتج عنها They will experience much more pain and وبالتالي الأطفال عندما لا يحصلون على الجرعة المناسبة قد ينتج ذلك عن آلام تتسبب لهم وبالتالي نعرف أن المورفين لديه قيمة عالية عندما يتم مباع عندما يباع وبالتالي أنا أعرف أنا أفترض أن هذا سبب بيعه وقمت بتقديم بعض هذه الوثائق لمديرة الممرضات الدكتور القصبي وبالتالي وطلبت منه وضع بعض الكاميرات المراقبة أو للحد من هذه السلوكيات لكن تم معاقبتي وطردي من المستشفى وبالتالي دكتورة هل يعني لديك معلومات كثيرة أود أن أقول للناس أن لديك 162 صفحة إثباتات على الفساد حسب قولك الموجود في المستشفى عندك كلام كثير مفروض أنه يسمعونه الجهات المعنية ولكن تعرفين هناك قيمة كبيرة لمستشفى الملك فيصل التخصصي في ذاكرة السعوديين في كل منطقة في المملكة وهو من المستشفيات اللي يفخرون فيها كثيرا وهذا الكلام اللي تقولين كلام قد يهز هذه الثقة أنت تقول أنك موثقة ولكن هل مستشفى الملك فيصل التخصصي في خطر على المستوى الطبي والإداري إلى هذا الحد؟ أنا أعتقد ذلك أتصور أن قابلت أفضل الناس في السعودية وقابلت الكثير من الممرضات المتميزات وبالتالي أعرف أن الكثير من العاملين في المستشفى يعملون بشكل جاد وممتاز ولديهم الكثير من العاطفة والرعاية والعناية بالمرضى في المستشفى لكن يجب علينا أن نعتني بمثل هؤلاء من الأشخاص المتميزين في المستشفى وبالتالي من الصعب على كثير من الممرضات التي أتينا واشتكينا لي من رؤية ما يعاني منه الأطفال وأتصور أن المستشفى يوجد فيه مرافق جميلة جدا ومن فهمي من خلال تعاملي من خلال الحديث مع هذه الأصدقاء بأن مستشفى الملك فيصل من أفضل الأماكن الموجودة على مستوى الشرق الأوسط المراكز الصحية لكن خلال الأربع سنوات الماضية وجد بعض التقهقر لوجود بعض الأشياء غير الصحيحة في المستشفى وبالتالي على الجميع الذي يرى ملاحظات يجب عليه أن يقوم بالإبلاغ عنها لأحد النساء التي أنا أتحدث عن نفسي أنا فقدت كل شيء ولا يوجد لدي منزل ولكني في هذه الرحلة لتوضيح بعض الأشياء الخاطئة وبالتالي وجود نظام صحي جيد ينعكس على المجتمع ولدينا المصادر وهناك الكثير من يودون في التطوير
this out in the open. وبالتالي أردت أن أنبه أو أن ألفت انتباه الناس إلى هذه المشكلة، وتوسلت إلى المسؤول لي وقلت له اجلس معي وأود أن أكون جزءا من الحل. وبالتالي وأنا الآن لأكثر من سنة ونصف عاطلة عن العمل وأطفالي يدرسون، وجلست هنا لحبي لإنهاء هذه المشكلة. وبالتالي أنا تم معاقبتي وهذا غير صحيح. نعم دكتورة، السؤال الأخير وأريد الإجابة تكون مختصرة على الوقت في نصف دقيقة. أنت رفعتي شكوى لوزارة العمل حتى يبتون قانونين فيما يتعلق بعلاقتك الوظيفية مع المستشفى، هل هناك في تاريخ للرد؟ هل ردوا عليك؟ هل انتهى الأمر نهائيا؟ نعم استجابوا لي. They have replied. It took many many months. أخذ بعد أشهر قاموا بالرد علي، وكان الرد أخذ وقت أكثر من المفروض. وفهمت في بعض الأحيان أن قد بعض، لكن سبعة أشهر لم أحصل على جواب إلا بعد سبعة أشهر. واتصلت بأحد الأشخاص الذي كان ملتزما وكان يريد أن يبحث عن، وكان يريد أن تتم الأمور بشكل صحيح. يعني هل أنصفوك؟ هل أعطوك الحق أم لازالت الموضوع مستمر؟ Yes, نعم. They did. They نعم. did. They at the end. في النهاية غدا إن شاء الله سيكون هناك حل وإنهاء للقضية، ولا أريد ولا أستطيع أن أبقى في نفس الموقف الذي أنا عليه الآن، أثر على صحتي هذا الوضع الذي أعيشه الآن. وبالتالي غدا أتمنى أن يحكموا لصالحي وأن أحصل على جميع حقوقي وأن أحصل على جميع التعويضات. وبالتالي قد يكون شيء مثير للاهتمام وجود مرأة غربية وتعيش في المملكة العربية السعودية، ومع ذلك حصلت على حقوقها وهذا شيء جيد. وبالتالي لا يوجد سبب لعدم تواصل، ولكني لم أتفهم الانتظار سبعة أشهر للرد على شكواي. نعم أشكرك جدا دكتورة هولي عرفات على حضورك معنا وثقتك في برنامج جهلة، ونتمنى النهايات العادلة لكل الأطراف، النهايات السعيدة، وراح نتابع معك هذا الملف. شكرا جزيلا. إن شاء الله. Thank you very much. شكرا. نعم أيضا أشكر زميلنا نايف العصيمي الصحفي في صحيفة الوطن على هذا العمل المهني الرائع، واللي هو الحقيقة حرضنا على هذا العمل من خلال ما نشر اليوم في الصحيفة، وحاولنا أن نكمل ما بدأ. ألقاكم بعد الفاصل.